وعدتكم اليوم غادي نشارك معكم التنظيم ديال العطريه ديالي. بغيت نديرها بواحد الشكل زوين ونقيقي ومنظم. عندي هنايا انا شريت هادو من ايكيا، هادو قريعات ديال العطريه متعددين الاستعمال، تقدروا ديروا فيهم اللي بغيتوا. كيجيو من هاد الجهه فيهم تقيبات ومن هنايا كميه اكبر، وكيجيو هنا كيتباعوا 4 في الباكيه. انا شريت 3 ديال الباكيات باش يقدوني العطريه. هنا جبت العطريه اللي عندي مازال مشدوده. عندي هنا الفونيل، وبطبيعه الحال عندي ليتيكيطالوره باش ننظم هنايا بشكل جميل. وهذا هو المجر اللي غادي ننظم فيه، هانتوما اللي غادي ننظم فيه العطريه. عندي هنايا مختلفين كل شكلها، وما عندي جوج من هذوك القدام. عندي هذا لو ستيل، هذا عاوتاني حتى هذا زوين هذا لو ستيل. دونك غادي نجبد كل شيء هذا الروينه، غادي نمسح شويه نقي هذه الجهه التحتانيه فين كندير الزيوت. المهم غانتوما معايا غادي تشوفوا كيفاش غادي ننظم هذه الجهه. وصافي دابا غادي نجبد كاع ديك العطريه من تما كما كتشوفوا. غادي نخوي ديك البلاصه، نقي دوك لي ستوغاج، ننظم ديك العطريه، نشوف كل شيء اللي صالح واللي ما صالحش، ونشوف كيفاش غادي ندير ننظمهم في دوك القريعات اللي خديت. هانتوما معنا. كندير عبار واحد كاس ديال الماء وكاس ديال هذا ديال ليمبيادور دي كوسينا كون امونياكو. هذا غزال الكوزينه، كيحيد كلشي اللي دام، كيحيد الوسخ، كيحيد الطبايع. دونك كندير كويس صغير من هذا، كويس ديال الماء، وكويس ديال الكول، وكويس ديال الفينيغ، الفينيغ ديال ليمبياسا. كنميلونجي كلشي هنايا وكنستعملو الكوزينه انتي غراسا. غزال البنات كنصحكم به ديروا هاد لي ميلونج على حسب اللي عندكم، الخل ديال الميناج، الكول، شي حاجه مزيله للدهون، وتكونوها في واحد البوطيه وتبقاو تستعملوها. كنصح بها هي انا في الكوزينه احسن من البرودوي مباشره. دونك غادي نخدم شويه هنايا، راهو مليين شحال هادي كما كتشوفوا. انا حكيت هادوك دوك لي ستوراج حكيتهم مزيان، كانوا مدمين مده هادي ما نظفتهم. ايوا نعم سيدي، اللي راه عكزانه واللي راه راسها كيحرقها تشوف هذا الفيديو، تنوض تحداك في الكوزينه ديالها وتجمع الوقفه. هذا هو الفائده من هاد الفيديوهات، نحمسوا بعضياتنا ونعطيو الطاقه لبعضياتنا.
كما كتشوفوا من بعد ما شفت هذوك لي ستوراج خديت لهم هذا النوع ديال الفراشات، هادو دي بروتيكتور كيتداروا في يعني كيصلحوا لليميديتي كيصلحوا للمجوره. انا خديتهم وقطعتهم على العبار ديال لاباس ديال الستوراج. صافي غادي نديرهم يجي بشكل زوين ومنظم كما كتشوفوا. ودابا ديك العطريه كامله، دوك الطويصات كاملين جبتهم، بديت كنشوف الصلاحيه ديالهم فوقاش كتنتهي. اللي قديم رميتو واللي مازال مزيان كنعدلو. واول حاجه درتها هي انني نظمت كاع العطريه اللي باغاني، يعني لي زير بروفيسيال بوحدهم، العطريه بوحدها، والمنسمات بوحدها، والخلاطات بوحدها، واي حاجه عدلتها في القريعه كما كتشوفوا. مثلا هذا كان عندي قزبور حبوب، دونك ما بغيتش نخليه حبوب لان كنستعملوه في السمك، كنستعملوه مع الدجاج مع اللحم. دونك استغليت الفرصه وطحنته كامل باش نديرو في القريعه ديالو ديال الزاج. صافي هنايا كما كتشوفوا انا كنظم العطريه ديالي كامله، لان عندي القراعي الصراحه بزاف وخصني ننظمهم بشكل جيد باش نلخص كلشي دوك القراعي ونحيدهم. دابا كنعرف كنشوف اي عشبه مع من نقدر نخلطها، موسمات بوحدهم كما قلت لكم، والخلطات ديال اللحم وديال الدجاج بوحدهم، وهكذا حتى ساليت كل شيء داك القراعي اللي عندي. صافي هنا نظمت العطريه هكا كتجي بشكل. دابا غادي ندير لهم كاملين لي تيكيطات. شوفوا شحال القراعي اللي لخصت. ها نتوما هادو وهادوك القدامين هنا رطبتهم هنايا في شويه ديال الفايري شويه ديال انتي غراسا والماء سخون، من بعد نغسلهم. ومن بعد الى بقى ليا الوقت غادي ننظم هاد الجهه حتى هي. هادو خصني شحال هادي راه كاع مزيت هادشي من الدم، نتقاسموا معكم نديروا الحماس بعضياتنا ونوضوا حتى حنايا ننظموا دارنا ونعدلوها. دابا راه مع الدخول المدرسي وهذا والدراري في المدرسه راه ما كيبقى الوقت لوالو. دونك نقي هادو عندي نقيين، غادي نعاود نغسل هاد الغطايات وننظم شويه من هنايا. هاد ليدي سوسه حتى هي شحال هادي ما حديتها، نحيدو كراسه ونحيدو المسائل. ودابا غادي ندير اتيكيتات وننظمهم هنايا. صافي هنايا كما كتشوفوا خديت الماكينه ديالي لاتيكيتادورا، وبطبيعه الحال سجلت في الكتاب باش ما ننسى حتى شي حاجه. وهنا كنختار نوع الكتابه لسباس، وكنت باغا نزيد الاضافه ديال الزواق ولكن ما كتخرج لي كبيره والقريعه صغيره ديال العطريه. دونك اختاريت هذا النوع من الكتابه وعجبتني وكتجي صغيره ومتوله. وهنا البنيته ديالي حتى هي شاركات دارت لي زيتيكيت ديالها، حتى هي كتبات عاونات في العطريه في التنظيم ديال العطريه. كما
كما كتشوفوا انا سجلت كل شيء العطريه ديالي، سجلت الاسماء اللي غادي نكتب في لي زيتيكيت دوره باش ما ننسى حتى شي حاجه. فاش ساليت كل شيء الكلمات اللي باغا والعطريه صافي انتقلت للمرحله الثانيه، وهي انني نلصق دوك لي زيتيكيتات على القريعات في نفس العبار ديال القرعه في الوسط باش يبانوا. فاش نحطهم في القجر يبانوا منظمين ويبانوا في نفس على نفس المستوى. ودابا بغيت نشارك معكم التنظيف ديال هاد لو كوان. غادي نتقاسم معكم غير بشكل خفيف وظريف باش ما يجيش الفيديو طويل. نظفت هاد القنيات اللي تيتيدم الصراحه دائما، دونك نوريكم طريقتي كي كندير له. ها نتوما معايا تشوفوا الفيديو. اما طريقتي في تنظيف الفيترو، هذه طريقه سريعه فاش ما كيكونش موسخ عندي، غير خصني ندوز عليه دغيا غير طياب ديال الزيومه. اما فاش كيكون موسخ عندي طريقه اخرى وبرودوي اخر. الى المره الجايه ان شاء الله الا بغيتوا بحال هذا الشكل ديال الفيديوهات ديال التنظيم والروتينات ديال التنظيف ديالي المنزل ديالي، نشارك معكم طريقتي في التنظيف ديال لا فيترو أفون يعني بشكل عميق.
صافي دابا غادي ندوز غير بشكل خفيف ليدي سوزان، نحيد لها شويه ليدا من الجناب ونرجع كل حاجه بلاصتها، نمسحها ندوز عليها باش بهالطريقه كيبقاو الماء ديالنا ديال الكوزينه دائما نقيين، يعني ما كيديولناش الوقت بزاف فاش كنوضوا ننظفوا. 5 حتى 10 دقائق كتكوني ساليتي الكوزينه ديالك باش ديري اعمال اخرى، لان اعمال البيت راه ماشي غير الكوزينه. حبيباتي الفيديو جا للنهايه ديالو، نتمنى يكون عجبكم الروتين ديالي في التنظيف وكيفيه تنظيم العطريه ديالي ديال الكوزينه. نتمنى تكون عجبتكم الفكره، وهذا التنظيف اللي شاركت معكم تنظيف خفيف ظريف ديال لا فيترو، لانها ما كانتش موسخه، يعني ما كتحتاجش بزاف ديال الجهد، وغير تدويزه هكا خفيفه ديال مثلا مره في كل اسبوع او مرتين في الاسبوع، باش تبقى الكوزينه ديالنا دائما متوله ونقيقيه ومنظمه، وتعطينا الراحه والطاقه باش نخدمه في الكوزينه ديالنا وحنا مرتاحين. وهو هذا، نخليكم في امان الله. الى عجبكم الفيديو شيروا له بلايك وشاركوا مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده، ونبارطاجيو مع بعضياتنا الطاقه الايجابيه. وهو هذا، خليكم في امان الله، مع السلامه.